هناك والله أمانة عدد الحمد لله من الشركات تعمل على أنها تدرج بإذن الله، ولكن يعني لا أستطيع أن أجزم بأن هذه السنة أو بداية السنة القادمة. عم نشوف أنكم عم تتوجهوا للشركات العائلية بشكل عام من فترة، لكن هذا الموضوع يعني بمد وجزر يعني كما يقال، قديش نجحتوا بهذا الموضوع أنكم تستقبلوا شركات عائلية على الأقل السوق الأول بدون السوق الثاني؟ بالنسبة لبورصة قطر توجهها لجذب الشركات الخاصة أو العائلية كما نسميها بدولة قطر، بدأنا هذه الاستراتيجية منذ عام 2012 و2011، وهذا شيء طبيعي لكل سوق مالي أن يتجه لجذب المزيد من الشركات، ولا يمكن أن نعول طول الأمد أو طول العمر على الشركات الحكومية أو أن الحكومة تخصخص شركات. لذلك وضعنا جميع يعني الكثير من المعايير والأنظمة التي يعني من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات العائلية والخاصة، وبدأنا نرى يعني نرى هذه الإدراجات وهذه الاستعدادات من الشركات للإدراج، ويعني تلقينا أمانة اتصالات كثيرة بعد إدراج أول شركة في السوق الناشئة، فيبدو أنه يعني لاقى صدى جيد عند الشركات العائلية المعايير الجديدة وبالأخص الإدراج المباشر. على مستوى إدراجات الصناديق كان الحديث عن إدراج صناديق ETF عقارية وغيرها، كنا متوقعين هاي العام في شيء جديد؟ ما زال احنا نأمل إن شاء الله أن ندرج صندوق للذهب هذه السنة بإذن الله، وإحنا في مراحل متقدمة جدا مع المصدرين بإذن الله سوف يعني ندرج هذا الصندوق هذا العام بإذن الله. وعلى مستوى الأدوات المالية جيد كنا سامعين موضوع الإقراض واقتراض الأسهم والشورت سيلينج، في شيء جديد عبد العزيز؟ نعم، موضوع اللاندينج والبوروينج أو الإقراض والاقتراض، وأيضا موضوع الشورت سيلينج أو البيع على المكشوف، أيضا هذه الأدوات الاستثمارية جاهزة جدا. بالنسبة للبيع على المكشوف هو تم اعتماده وتم الإعلان عنه، موضوع إجراءات لائحة الإقراض والاقتراض أيضا معلنة وجاهزة، ولكن فقط اللائحة التنفيذية هي في مرحلها الأخيرة يعني، وسوف تصدر إن شاء الله خلال هذا الشهر، فهي جاهزة جدا للعمل بها في هذا العام بإذن الله. وصانع السوق وين وصلنا منتظرينه 5 سنين؟ احنا يعني مثل ما تعرف لدينا مزود السيولة بمثابة صانع سوق، وإنما على كل شيء على شركة بحدة، وأيضا مزود السيولة فعال بشكل جيد حاليا في الوقت الحاضر، وهناك أكثر من شركة وساطة تقوم بترخيص يعني بطلب الترخيص كمزود سيولة، وأعتقد أن هذه يعني هذه الخدمة أعتقد أنها أصبحت فعالة بشكل أكبر، وأيضا هناك حل يعني نتحدث مع عدد من رجال الأعمال حول صناديق العقارية أيضا، وإحنا في مراحل جيدة جدا حول إدراج صندوق أو أكثر عقاري بإذن الله في القريب العاجل.